خروقات الهيكلة وإعادة الهيكلة في مشاريع العمران للسيدات والسادة النواب محترمين فريق العدالة والتنمية، ليتفضل أحد السادة النواب بطرح سؤال. تعرف العمليات التي تقوم بها مؤسسة العمران في مجالات الهيكلة وإعادة الهيكلة مجموعة من الخروقات، لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقومون بها لتصحيح هذه الوضعية، وشكرا. كلمة لكم السيد الوزير. السؤال مطروح بهذا الشكل العام من الصعب علي أنني نجاوب عليه. شنو هي الخروقات بالضبط اللي كتكلموا عليها وأين؟ تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير المحترم. ربما فعلا الخروقات كثيرة وقد يختلط الأمر عليكم السيد الوزير. رغم أهمية هذه الشركة السيد الوزير، تبقى محدودة الفعالية وتشوب أشغالها عدة خروقات، رغم أنها تستفيد بصفاتها العمومية من الملك الخاص للدولة بأثمنة تفضيلية. وكمثال على ذلك السيد الوزير، هذا مثال بسيط غنعطيه لك من طنجة، أدعوكم إلى زيارة التجزئة المرس جوج بطنجة لترون بأعينكم، وهي كانت مخصصة لإيواء سكان الصفيح، لترون بأعينكم الخروقات التي عمتها. فلن أتكلم عن الطرق، عن جودة الطرق ولا عن الشبكات، بل أن هناك بعض المستفيدين يريدون الآن التخلص من هذه القطع بأثمنة بخسة. لماذا؟ لأنهم إما ممنوعون من البناء من طرف الجيران لأنهم كيخافوا على الديور ديالهم يطيحوا. وكذا الوقت المخصص لكم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ كاين شي كلمة السيد الوزير؟ تفضل السيد الوزير. لا لا، خصنا نعرفوا علاش كنهضروا. حنا كنهضروا على احياء غير قانونيه، احياء بنيات بالفوضى. بدايه لما كنتكلموا على اعاده الهيكله، كندخلوا كدوله في احياء اللي تبنات بالفوضى، ما فيها لا طرقات ولا وادي حار ولا اناره ولا تعبيد ديال الطرق ولا حتى التصفيف مقاد. فبالتالي عندما ناتي نجد صعوبات حقيقيه، لان هذا البناء اللي كتكلم عليه واللي الواحد كيهدد الاخر، هذا امر واقع امامنا. فعندما لا نتمكن من الهدم، لان الامر يتعلق بمئات الاسر، اش كنديروا؟ كنجيو وكندخلوا هذه الاحياء في النسيج الاجتماعي وكنعطيو فيها واحد شويه الحياه، اي اننا كندخلوا التطهير والتعبيد ديال الطرق والإنارة العمومية وبعض التجهيزات العمومية، وكنصفوا وكنعاودوا الواجهات وكنجعلوا أن هذه الأحياء كتولي مرتبطة بالنسيج الحضري الموجود. أكثر من ذلك من الصعب أن نقوم به، لكن شخصيا وسبق لي أن عرضت هذا الأمر والآن نشتغل على ذلك. نعتقد أن إعادة الهيكلة بهذا الشكل غير كافية، خصنا نشوفوا اليوم كيفاش نساعدوا الأسر على أنها تحسن البناء ديالها في الموجودة، وهذا الآن نحضر لمقاربة في هذا. شكرا السيد الوزير.